السلام عليكم طلاب أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. في الحصة الماضية يا سادس شرحنا درس عالم النحل. اليوم سنقوم بحل تدريبات هذا الدرس. نبدأ بأسئلة المعجم والدلالة. السؤال الثاني: وظف التراكيب الآتية في جمل من إنشائك واكتبها في دفترك. ألف يا راشد: أحسنت، العسل غذاء مفيد للإنسان. با يا هبة: رائعة، عالم النحل عالم مدهش. جيم يا دارين: أحسنت، المعلمة تبحث عن أوراق مهمة. السؤال الثالث: صل الكلمة بمعناها فيما يأتي مستعينا بالمعجم. ما معنى احتواه يا يحيى؟ أحسنت، بمعنى اشتمل عليه وضمه. ما معنى يسوده يا ميرا؟ رائعة، يحكمه. ما معنى ملل يا مرح؟ أحسنت، ضجر وسأم. السؤال الرابع: أكمل الفراغ فيما يأتي شفويا. وردت في الفقرة الثانية عبارة بمعنى المسندة إليه، من يستخرجها لنا؟ تفضل يا أمين. أحسنت، الموكلة إلي. وردت في الفقرة الأولى كلمة بمعنى التميز والتفوق، من يستخرجها لنا؟ تفضل يا حسام. أحسنت، البراعة. وردت في الفقرة الثالثة كلمة بمعنى تتلاحم، من يستخرجها لنا؟ تفضل يا أحمد. رائع، تتلاصق. نبدأ بأسئلة الفهم والاستيعاب والتحليل. أولاً: مما يتكون مجتمع النحل كما ورد في النص؟ تفضل يا فجر. رائع، يتكون من ثلاث فئات: ملكة واحدة وبضع مئات من الذكور وآلاف من الإناث تسمى العاملات. اثنان: ما الفكرة الرئيسة في الفقرة الأولى من النص؟ تفضل يا خليل. رائع، عالم النحل يدل على قدرة الخالق العظيم. السؤال الثالث: للنحل فوائد كثيرة في حياة الإنسان، اذكر ثلاثا منها واكتبها في دفترك. تفضل يا حسام. رائع، أولا يصنع العسل وهو غذاء مفيد للإنسان. ثانيا: شمع النحل يستخدم في صناعة الشمع. أحسنت. وثالثا: يدخل الشمع في صناعة المستحضرات الطبية. السؤال الرابع: كيف يسهم النحل في زيادة إنتاج الأشجار والأزهار؟ تفضلي تالا. رائعة، ينقل بجسمه حبوب اللقاح من شجرة لأخرى، وهذه العملية نسميها رائعين التلقيح. السؤال الخامس: يبني النحل بيته بطريقة هندسية رائعة وفي أماكن مختلفة، اشرح هذه العبارة بلغة سليمة وجمل مترابطة. تفضلي مرح. رائعة، يبني النحل بيته على شكل سداسي منتظم، ويمكن أن يكون هذا البيت في الجبال أو على الأشجار. وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية الحصة. لا تنسى نقل الإجابات على دفترك بخط مرتب، ونلتقي في حصة قادمة.